بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما ناخرة قالوا تلك إذا كروة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتيك حديث موسي إذ ناديه ربه بالوادي المقدس طوي اذهب إلى فرعون إنه طغي فقل هل لك إلى أن تزكي وأهديك إلى ربك فتخشي فأريه الآية الكبري فكذب وعصي ثم أدبر يسعي فحشر فنادي فقال أنا ربكم الأعلي فأخذه الله نكال الآخرة والأولي إن في ذلك لعبرة لمن يخشي أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعيها والجبال أرسيها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعي وبرزت الجحيم لمن يري فأما من طغي وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي الماوي وأما من خيف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي الماوي يسألونك عن الساعة أيان مرسيها فيما أنت من ذكريها إلى ربك منتهيها إنما أنت منذر من يخشيها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحيها.